السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخ الكريم. اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد. عام هجري جديد، وبعض الناس يقولون يعني لا تقل كل عام وانتم بخير، والبعض يقول الامر عادي ان تهنئ الامه وتقول كل عام وانتم بخير بمناسبه العام الهجري الجديد. شيخ الكريم، هل لي ان اقول لحضرتك في بدايه الحلقه كل عام وانتم بخير، ولا هذه بدعه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نحن قد يعني أدركنا شهر الله المحرم. نعم. فاليوم أول الشهر اللي هو أول العام الجديد. هذا الشهر من أحب الشهور وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، وهو الشهر الوحيد من أشهر السنة الذي لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لاسم الله تبارك وتعالى، قال شهر الله المحرم، مع أن الشهور كلها لله تبارك وتعالى، لكن هذا الشهر اختص بهذه المزية. وهذا الشهر أيضا فيه أيام فاضلة يستحب فيها الصيام، بل كل أيامه فاضلة يستحب فيها الصوم. في تسعة وعشرة لسه. ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. فكل شهر الله المحرم أيام فاضلة يستحب فيها العمل الصالح بصفة عامة، ويستحب فيها الصوم بصفة خاصة، خاصة يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم احتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية. وتمنى عليه الصلاة والسلام لو أنه عاش لقابل كما في حديث عبد الله بن عباس أن يصوم التاسع مع العاشرة مخالفة لليهود. لكن تعلق الهجرة بشهر الله المحرم ليس تعلقا ثابتا. الثابت الصحيح أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل من المؤرخين من أهل السير من نسب يوم الهجرة إلى 12 من ربيع، وهو نفس يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق مما ذهب إليه أهل العلم. لكن مسألة بداية العام الهجري مش ده موعد الهجرة النبوية، لكن بداية التاريخ. بداية التاريخ الذي اتخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته، وبالطبع وقع عليه إجماع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. بقي هل يهنئ بعضنا بعضا بهذا؟ الصحيح الثابت أن أحدا من السلف لم يفعل هذا، يعني التهنئة بالعام الهجري الجديد لم تكن سنة نبوية، ولم تكن سنة مأثورة عن الصحابة ولا عن التابعين رضي الله عنهم أجمعين، فلم يعرف أنهم هنئوا ولا أنهم هنأوا، وبالتالي لو كان خيرا لسبقونا إليه. دائما هذه المقولة يسوقها الإمام الشافعي، وهو الإمام العالم إمام السنة، يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم أسبقوا الناس إلى كل خير. لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله له كلمة طيبة تعتبر الوسط ما بين المبيحين بإطلاق والمانعين بإطلاق، قال أنا لا أبدأ أحدا بتهنئة، لكن إن هنأني أحد رددت عليه، من باب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، دون أن ندعي أن هذه التهنئة سنة مأثورة لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين رضي الله عنهم أجمعين. هل يأثم من بدأ بالتهنئة؟ يكره. يكره. نعم، الكراهة هنا ليست كراهة التحريم طبعا،
لكنها كراهة التنزيل لأنه فعل خلاف الأولى. نعم. فالطبيعي ألا يكون، الطبيعي أن يكون لك في كل قول وفعل سلف. نعم شيخ كريم. نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. نوطي التلفزيون وكلمة التليفون من فضلك، تفضلي. أنا نعم. أول حاجة بحيي حضرتك وبحيي شعبان درويش، ربنا ربي يخلي له أمة مسلمة إن شاء الله. شيخ شعبان الله يحفظك ويحفظه، تفضلي. والحمد لله أنا أخيرا وصلت. على التليفون يعني؟ من فترة كبيرة كل ما برن. يا رب يحفظكم جميعا، طبعا نعتذر نعتذر لكن الأمر ليس بأيدينا يعني، الصلاة هي التي تجعل الهاتف مشغولا دائما، تفضلي. لا مفيش أي مشاكل. تفضل. أول سؤال لو سمحت. أيوة نعم، تفضلي. اسمعيش نفسك من التليفون. شوية بس عشان، معلش متوترة شوية بس عشان أول مرة أوصل وكده. طيب حاضر. أول سؤال لو سمحت، هو أنا منقبة يعني. منتقبة. وأنا يعني منتقبة. يعني هنا يعني أنا المفروض أعمل بطاقة. يعني أنا خلاص سني دلوقتي 18 سنة، المفروض إن أنا أعمل بطاقة يعني من فترة كمان. فبس بصراحة مش حابة إن أنا أشيل نقاب خالص يعني. ولما بقول كده يعني فبيقولوا لي ما ينفعش. بس أنا أعرف إن اللي بتصور يعني المنتقبات بتبقى امرأة مش رجل يعني. لا لا، هنا إحنا عندنا اي حد كده من بره فعلا منتقب فبساله فبقول كل يعني راجل راجل يعني كل رجاله يعني. طيب. فهو ده الموضوع اللي خليني مش قادر اروح، فمش عارفه اعمل ايه يعني. حاضر. ده اول سؤال. السؤال الثاني. السؤال الثاني لو سمحت. في نهايه الجزء الثاني في سوره البقره في اللي هي الايات بتاعت الملك بعث ربنا، حضرتك فاهمني؟ انا مش سامع كويس، بتقول ايه؟ أمة الله اكتبي بعد كده لما تتصلي أمة الله اسئلتك، الله يرضى عنا وعنك. اتفضل عشان وقت بس، الله يرضى عنك ويحفظك. هو الملك سيدنا داود ولا مين؟ سيدنا داود. انت بتتحدثين عن وقتل داود جالوت. وقتل داود جالوت. طيب حاضر. ولا من الملك هنا؟ حاضر. ده سؤال. السؤال الثاني لو سمحت. تفضل. برضه سوره مش فاكره السوره بالظبط، بس الايات اللي هي بتقول ولقد فتنا سليمان والقينا على جسده كرسيا. طيب. والقينا على كرسي جسدا. والقينا على كرسي جسدا، نعم. هي ايه الفتنه اللي فتن بها سيدنا سليمان؟ حاضر. السؤال الأخير. ما الفتنة؟ حاضر. تفضلي. هو أنا عشان مخطوبة. نعم؟ بقول أنا مخطوبة يعني. ما شاء الله. فأنا كنت في الأول يعني مخطوبة 9 شهور. في الأول يعني خدت 6 شهور كده يعني، كنت رافضة خالص إن أنا أتكلم في التليفون وكده يعني عشان موضوع الحرمانية وكده يعني. وإن هو أجنبي وعليا وكده يعني. كنت يعني رافضة الموضوع ده خالص. بس بعدين يعني سمعت ان هو لو مثلا يعني كلام في حدود شرعيه يعني ما يتعدوش الضوابط الشرعيه وكده. طيب نقول السؤال، هل المخطوبه ان تتكلم مع خطيبها في الهاتف في حدود شرعيه؟ حاضر. نكتفي بهذا القدر يا امه الله عشان استاذ محمد على التليفون من بدري. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معذره اطلنا عليك كثيرا، تفضل. بدك ولا يهمك يا سيدنا. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، اتفضل. يا رب يكون بخير. انت وبدون الشيخ شعبان. ربنا يحفظك ويمتعك بالصحه والعافيه، اتفضل. احمد، السؤال الاول نريد توضيح من الشيخ شعبان قصه العنكبوت والحمام المكذوبه في رحله هجره النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر، عليه الصلاه والسلام. على الغار يعني. الثاني. طيب. السؤال الثاني. صديق لي يصعد المنبر كل اسبوع. وهو يكفر الجيش والشرطة ويقول أن الجيش خائن. طيب. هل لو بلغت الجمعية التي تنظم هذه الخطب
قد أصبت أم أسأت. طيب جزاك الله خيرا. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معها اتصالات أخرى يا شباب؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا؟ ما معنى ولا مبلغ علمنا يا شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معنى ولا مبلغ علمنا أي لا تدع علمنا عند حدود علوم الدنيا فقط، إنما علمنا من الدين ما يقوم به ديننا وتستقيم به عقيدتنا وتصح به عبادتنا، فلا تجعل تفرغنا فقط لعلم الدنيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله ابنتنا منتقبة 18 سنة والمفروض أنها تروح تعمل بطاقة، مسألة كشف الوجه عشان تتصور البطاقة، يعني لو رجل الذي سوف يعني يصورها ما حكم هذا؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا أذكر ابنتنا السائلة بارك الله فيها أنه مسألة النقاب فيها خلاف إلى حد ما بين أهل العلم، ما بين قائل بالوجوب وما بين قائل بالمشروعية والاستحباب. محدش قال أنه عادة جاهلية إلا لا لا طبعا يعني. إلا المغرضون يعني المغرضون الذين يريدون عرض الحياة الدنيا، هؤلاء نسقطهم من حساباتنا. لكن الأمة بمعنى الأمة قديما اختلفت فيها على هذين القولين، ما بين الوجوب عند الحنابلة وما بين المشروعية والاستحباب عند جماهير الفقهاء والمحدثين والمفسرين وغيره. إذن الأمر فيه ساعة خاصة عند الحاجة. فلو أن امرأة منتقبة جاءت للشكوى لدى القاضي، فالطبيعي ألا يستمع إليها القاضي لشكواها إلا أن يتحقق من شخصيتها. وإذا جاءت شاهدة أمام القاضي فإن القاضي لا يقبل شهادتها إلا إذا تحقق من شخصيتها وتطابق الصورة مع تحقيق الشخصية الذي تحمله. وهكذا عند إرادة استخراج البطاقة، فيجوز للبنت المنتقبة أو المرأة المنتقبة في هذه الحالة أن تكشف وجهها من أجل التقاط الصورة، سواء كان الملتقط امرأة وهذا أفضل بالطبع، أو كان الملتقط للصورة رجلا، وهذه حالة حاجة وضرورة تباح، كما يباح رفع النقاب للخاطب وهو أجنبي لينظر إليها فقط لمصلحة الخطبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حيث السماعة تطلع البطاقة. نعم ودي ضرورة طلع البطاقة، ده بتقول مخطوبة، ما لها تتزوج ازاي بدون بطاقة يعني. من غير بطاقة مش هينفع، يبقى في عقد يعني. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، ما حكم قراءة القرآن للميت وخاصة سورة الكهف يوم الجمعة؟ السؤال الثاني، توفيت امرأة وهي أثناء الولادة، فهي لم تكن تصلي، ولكنها ما يعني ما بتصليش تعنت أو اعتراض، لأن بتصلي عدم تكاسلا يعني، تكاسلا وتهاون، فهل تحسب شهيدة عند الله؟ والسؤال الثالث، إضاع المال في بنك ربوي وحكم الـ يعني الزيادة اللي بتطلع عليه تصدق بها، هل يجوز أو بناء مسجد؟ السؤال الثالث، لو واحد السؤال الرابع لو واحد صلى بدون ما يتوضأ، هو كان يعني مفتكر نفسه متوضئ ولا هو مش متوضئ وبدأ الصلاة، صلى دون وضوء ناسيا، وبعدين قطع الصلاة وتوضأ وصلى وأكمل، فهل عليه إثم يعني تكررت كذا مرة معاه ناسيا برضه؟ أيوه ناسيا. طيب. وهل يجوز للمرأة التاركة للصلاة أن يعمل لها عمرة أو حج؟ وهل يجوز أن يصوم عليها يعني الأيام اللي كانت بتفطرها، هل يجوز أن يلعج أحد أن يصوم عنها؟ هي على قيد الحياة ولا توفيت؟ لا توفيت. طيب شكرا. السلام عليكم. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم روضة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختنا، تفضلي. لو سمحتي كنت عايزة أسأل الشيخ كذا سؤال كده يعني. طيب
على فكره كذا سؤال، دي هي اللي بتعطل الناس التانيين، ماليش دعوه. اتفضلي. خلاص ماشي. لا هاتي الاسئله بتاعتك. اتفضلي. ماشي. اول حاجه والدتي كان عندها سرطان في جسمها يعني كده، فكنت عاوز اعرف هي كده ماتت شهيده ولا ايه؟ يعني ما جه في بطنها. ربنا يرحمها. سرطان جه في جسمها كله، فكنت عاوز اعرف هي ماتت شهيده ولا ايه؟ تاني سؤال بالنسبه للغسل الجنابه. الواحدة يعني لما بتتزايد لجوزها يعني سواء بتعمل مكوى او استشوار، فيعني عاوز اعرف لازم تغطي شعرها كله بالمية ولا تلمس عليه ولا امسى؟ ماشي سمعني حضرتك. ايوه نعم نعم. وفي واحدة كانت بتنزح مع جوزها، فيعني فقالت له انت طالق بالتحلاسة يعني. هي اللي قالت له؟ هي اللي قالت له. هداها الله. طيب. بس هو رد عليها قال لها ايه؟ هو كان بيهزر، كانوا بيهزروا الاثنين. لكن هي اللي قالت مش هو اللي قال. هي اللي قالت مش هو اللي قال. ومهزرش معاها هو كمان نفس الهزار؟ لا 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 خالص. طيب الحمد لله. طيب. طب ماشي لو سمحت بس كنت عايز رقم الشيخ، انا قبل كده اتصلت بس قفلوا السكه ما ادونيش الرقم يعني. لا انت ما تقفليش السكه حضرتك دلوقتي يا ام روضه، والشباب هيعطيك الرقم باذن الله. لا ما تقفليش استاذ عدنان، من فضلك الرقم لام روضه ورقم الشيخ من فضلك. نعم. من معنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. استاذ حسن اهلا ومرحبا. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. اتفضل يا استاذ حسن. الشيخ الشيخ يسمعك. تفضل. لا عندي مساله والموضوع طويل شويه، لكن فيها جزء او ثلاثه اسئله يعني ان شاء الله. يعني نختصر قدر المستطاع. تفضل يا اخ حسن. ان شاء الله. هي الحاله قبل رمضان بشهر تقريبا. نعم. كان عندنا إمام ما شاء الله عليه يعني حافظ القراءات الكريمة. إمام يحفظ القرآن؟ يحفظ القرآن ويحفظ القراءات الكل يعني. والقراءات تمام. القرآن بقراءاته. أي ولكن الحاكم نحى. إيه؟ حالق اللحية. حليق. لا الحاكم يعني الحكم بتاعنا خرجه. يعني انسحب من الجامع. هو امام يصلي يعني مشوم. أي. الامامه مشوم. مشوم من الامامه؟ اي مشوم من الامامه. اي تمام. وفي وقت جاء رمضان حبينا باش نردوه هو. تمام. مشيت ثاني يعني معايا اربع اخرين وقعدنا زي مجلس الشورى وفتوا حنا على السوق انا باش نمشوا نردوه هو. اخونا حسن انت من تونس مش كده؟ اي مرحبا. معلش هات السؤال يعني بشويش عليا عشان استطيع الكتابه من خلفك. اتفضل. ان شاء الله. نعم. امام يحفظ القران بقراءته مشوه. أيوة. من المسجد جعلوه يترك المسجد. السؤال ايه بقى؟ ايوه السؤال هنا يعني وقت مشيت للشؤون الدينيه. وزاره الاوقاف عندكم يعني؟ ايوه. نعم. وطلبت منهم باش يردوه. ايوه. طلب يرجعون يصلي بينا. ايوه. جميل. استنى شكون من الاولاد اللي هم قال لي هدايا عمليه كفر. انت رحت فين؟ السؤال الاول. اي. السؤال الثاني. كفر. درجه نهائيه. انا مش فاهم من يكفر من يعني. قال لي اولاد يصلي بيها معانا. قال لي انت وقت مشيت الامور للحاكم هذايا وقلت له باش يرجع لنا الايمان انت وليت دخلت في الكفر على يعني وليت يعني كافر عندي. طيب هو يكفر ولي الامر عنده. تمام. ايوه تمام. طيب ودرجه ناريه عندنا في 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 المسجد سرقت هزها المهم قلت لهم علاش تهزها؟ قالوا هذه عمليه احتفاظ لان المؤذن هذا الموبيلا بتاع المؤذن هذايا ما يخدم في الاخوه يعني. السؤال الثاني مش مستطيع فهمه، حد فاهم السؤال يا شباب في الكنترول؟ طيب ممكن حضرتك يعني المؤذن ما به؟ دراجة عنده دراجة نارية. عنده دراجة نارية. ايوه تمام.
والدراجة النارية هذه هدوها له هدية له؟ سرقت. 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 أنت ما؟ وقت سقنا لشكون اللي هذا قلنا له شكون اللي سرقها؟ قال واحد أني عملت عملية احتفاظ. طب السؤال ايه؟ هو المؤذن سرقت دراجته النارية. هذه عملية احتطاب ولا هذه تقع في عملية احتطاب ولا؟ طيب الشباب هيبقوا مع حضرتك هيكتبوا السؤال ويدوهولي. جزاك الله خير يا استاذ حسن. فمن لو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو ان السماعة فيها حاجة لاني مستمع تلتين الكلام يا شباب. وقتل داوود جالوت الملك. من الملك هنا في هذه الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو كلاهما ملك لكن ليس داود النبي. نعم. المعروف يعني ليس هذا داود أبو سليمان عليهما صلوات الله وسلامه، لكنهما ملكين كان في زمن واحد. فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ده كان في فئة باغية وده كان في فئة ظن ان ده ابو سيدنا سليمان. لا لا لا, لا ليس داود النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني هو ليس داود النبي والد سليمان. هي بتسأل هل هو ده داود ده ملك ولا هو داود النبي. هو ليس النبي عليه السلام. نعم. ألم يكن سيدنا داود ملكا؟ نعم كان نبيا سليمان كان نبيا وملكا. تمام. أستاذ مؤمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. يا خالد أستاذ أحمد. الحمد لله رب العالمين. لو سمحت سؤال يا شيخ. تفضل حبيبي. سؤال إن أنا كان معي بيت عايز أبيعه وكان في سمسار بينه وبين المشتري. السمسار بقل للبيت عند 20,000 بس هنكتب العقد ب 22,000. عشان المشتري ظن إن هو هيعمل بيت ب 22 ولا 2000 ردي هو. أيوه نعم واضح. السمسار. على علم ان هو صاحب البيت هيشتريه ب 22 وانا اللي هاخد 20 بس. انت اللي هتبيع ولا انت اللي هتشتري؟ انا اللي هبيع. انت اللي حضرتك اللي هتبيع. طيب كويس يا استاذ. السؤال الثاني. ما في سؤال ثاني بس تمام. شكرا فمن الله. استاذ احمد السلام عليكم. السلام وبركاته. اهلا مرحبا. ازيك يا استاذ احمد عامل ايه حضرتك؟ نعم والله. سلامات للشيخ شعبان. الله يحفظك ويبارك في عمرك. بعد اذنك كان واحد من الاعلاميين اشير مؤخرا ان محمد علي اللي هو كان حاكم في مصر كان الملك العثماني امره بجيوشه ان هو يحارب الدعوه الوهابيين في ارض الحجاز. فاحنا انا بعد اذنك بس عاوزين ما دايما كانوا اكتبوها في التاريخ كده الحركه الوهابيه في ارض الحجاز. فانا عاوز اعرف هم دول كانوا مثلا اصحاب دعوه الشيخ محمد اللي هم اللي كانوا بيحاربوه ولا دول كانوا متطرفين ولا هم عشان بس نميز للناس. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ احمد. نعم شيخي الكريم. والقينا على كرسيه جسدا. ايه الفتنه اللي تعرض لها سيدنا سليمان في ذلك الوقت؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يقال ان الفتنه فتنه النساء. لكن هذا نبي معصوم. شأنه في ذلك شأن يوسف عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. ويقال أنها فتنة النزاع على ملك. وسيدنا سليمان كان نبيا ملكا ممكنا عليه صلوات الله وسلامه. هذا تمام. أختنا الفاضلة أو ابنتنا يعني مخطوبة منذ 9 أشهر، 6 أشهر منها هي ما كانت تتكلم لأنها تعلم الحكم وأنه أجنبي وكده. بعد كده هي قالت انه يعني في حدود اسريه وبضوابط شرعيه. ما حكم كلام المخطوب الخاطب للمخطوبه والعكس؟ نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو يشرع او يجوز ان يتحدث الخاطب الى مخطوبته عبر الهاتف لكن بشروط. الشرط الاول ان ياذن لها وليها. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون هذا عند الحاجه وليس يعني عمال على بطال كما يقولون مش طول الليل يعني. الشرط الثالث الا تخضع البنت في المكالمه بالقول، يعني الا تنغم او ترخم صوتها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الشرط الرابع
ألا يقول بينهما إلا خيرا وقلنا قولا معروفا. نعم. إذا توفرت هذه الضوابط الأربعة فالمحادثة الهاتفية بينهما مشروعة والله أعلم. العنكبوت والحمام ودايما احنا في حتى في التراث الهجرة وقصة الهجرة طبعا ودي حتى في كتب الدراسة واحنا اطفال في ابتدائي واعدادي دي كانت موجودة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد وحتى لا نبعد كثيرا لا شك أن قصة العنكبوت وقصة الحمامتين وغيرها واردة في كتب السير لكنها واردة بأسانيد واهية. يعني كنا احنا بنقرأها في كتب المدارس لأن كتب المدارس لا تحقق ولا تدقق ولا عندهم مثلا منهج النقد كما هو عند المحدثين، إنما هم كحاطب بليل ينقل من الكتب ويحط في الكتاب وخلاص. لا زي السيناريست اللي بيحط الرواية يحط الحمام والعنكبوت. القصة موجودة؟ موجودة وتتداولها كتب السير في الغالب، لكن هل هي ثبتت بأسانيد صحيحة؟ هي لم تثبت بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن هؤلاء الذين نقلوا الحدث أو صوروا هذا يعني هذا الموقف والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل يبلغ عن صديقه هذا الذي يخطب ويكفر الناس والشرطة والجيش وما شابه ذلك؟ الحمد لله والصلاة أم ينصحه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد شك أن هذا الخطيب أساء غاية الإساءة، لأنه الناس أصبح اليوم في قطاعات عريضة من الشباب لا يرضيهم ولا يستهويهم إلا حديث رجل يجنح إلى العنف ويقول يجب علينا حمل السلاح ويجب مواجهة هؤلاء ويجب ويجب ويجب، فيستهوي هذا عقليات بعض الشباب الغيور المتحمس الذي لا يقف على أدنى أرضية من العلم الشرعي. وآخر يعني يخطب في منطقة التكفير. التكفير والتفجير هي الحديث الذي يستهوي كثيرا من الشباب في هذه الآونة، وهم في الغالب يعني من ينهج هذا النهج سواء اللي ينهج نهج التفجير والتاني بتاع التكفير والثالث المستمع المتلقي كلهم لا يقفون على يعني أدنى درجة من درجات طلب العلم. لا شك أن التكفير للمسلمين لا يجوز، خاصة هذا التكفير الجماعي. ما الجيش في النهاية إلا ابنه وزوج بنتي وأخوك وإلى آخره، وكذلك في الشرطة هذا شيء، ولكن احنا مش بنتحدث على انه ليست هناك تجاوزات، لا طبعا هناك تجاوزات بالاطنان من هذه المؤسسات، لكن مش معنى كده انه المتجاوز الظالم المتعدي ان احنا نكفره. التكفير ده يعني لا يكون الا بضوابط، اذا لا يكفر اطلاقا، ومش اي حد يطلق على اي حد يتبنى مبدا التكفير. الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ولا يقول بهذا يعني في الكلمه الفصل في التكفير الا عالم مهاب او امير مطاع بعد ان تتوفر شروط وتنتفي موانع. وبالتالي انا انصح الاخ السائل بارك الله فيه. والحكم بالتكفير قضاء. طبعا ده مساله يعني ليست في الفتوى ولا لاحد الناس. وبالتالي انا انصح الاخ السائل بارك الله فيه ان يناصح هذا الخطيب ما استطاع الى ذلك سبيلا، مع علمي المسبق انه هو هيكفره وهو كمان. اذا نصحه في ترك التكفير هيكفره هو كمان، لكن ادي اليه واجب النصيحه، فلعل نصيحتك تبلغ اذنه وتبلغ قلبه وعقله. فاذا فعلت هذا انت وغيرك وهو لا يكف عن هذا ولا يستمع الى التذكير ولا الى النصيحه، عليك ان تذهب الى الجمعيه المشرفه على امر هذا المسجد بضرورة تغيير هذا الخطيب، لأنه خطيب فتنة والعياذ بالله. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، ما حكم قراءة القرآن للميت وخاصة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل ذهب يصل الثواب إليه شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد عليه الصلاة والسلام أقول لأختنا السائلة، لم يرد نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يعتمد عليه في استحباب أو مشروعية قراءة القرآن للميت، إنما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم
إن قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إمكانية أن نحج عن الميت. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إمكانية أن نفي بالنذر نيابة عن الميت. خلونا نقف عند حدود المشروع. الصدقة جائزة عن الأموات؟ نعم. الدعاء جائز عن الأموات؟ نعم. الصوم جائز عن الأموات؟ نعم. الحج جائز عن الأموات؟ نعم. العمرة كذلك؟ نعم. كان حال الميت أيا كان حال الميت، ما دام هو مات في مسلما فكل هذا يشرع ويجوز عن الأموات. نعم. هذا جانب، مع الوضع في الاعتبار أن الحنابلة لإمام أحمد ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم بأنهما أباحا وأجازا قراءة القرآن قياسا على بقية هذه العبادات. وإمام ابن الصلاح أيضا، واخد بال حضرتك؟ قياسا على بقية هذه العبادات. فأمامنا الخيار الأفضل أن نقف عند حدود المشروع الوارد زي ما ذكرت، وأمام الخيار الثاني وهو الخيار المرجوح، ألا وهو في قراءة القرآن قياسا على الصدقة للموتى. مش على الموتى يعني على القبر، لا أقصد القراءة على القبر، لكن الميت مات وإحنا في البيت، على كما يقال على روح الميت. بالضبط كده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ليس على القبر، لكن ليس على القبر، إنه لا يشرع قراءة القرآن على القبر. النبي فقط عليه الصلاة والسلام فعل على القبر أمرين. الأمر الأول الموعد عليه السلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، هو شرط اللي يصلي في الجماعة الفجر في جماعة ويقعد لغاية الشروق أن يكون قاعد في المصلى عشان ينول الحجة التامة والعمرة التامة، ولا يعني ممكن مثلا أروح وأجي في الشقة مثلا وأذكر ربنا وأعمل أي حاجة أو أتفرج على برنامج ديني أو أي حاجة؟ حاضر، شكرا. تمام، وخذ الرقم. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ممكن بعد إذن حضرتك ثلاث أسئلة؟ طب سريعا عشان الوقت الله يرضى عنك، تفضلي. ماشي حاضر. السؤال الأول، طيب دلوقتي لو الشيوخ، بعض الشيوخ بيقول إن بنك فيصل بنك إسلامي، أو كان في يوم من الأيام في حد بيسأل على فتوى معينة يعني أو معاملة معينة عن بنك فيصل، فراح الشيخ قال له لا دي صورة رباوية وميمنات. ده السؤال الأول. طيب السؤال الثاني برضو، كان في أخوات بيسألوا برضو على قراءة القرآن بصوت عالي أثناء الصلاة، فالشيخ قال لهم، الشيخ تقريبا سامي، قال لهم إن لو صوت هيطلع بره لا ما ينفعش إن حد يعني غريب يسمع الصوت. أما البرنامج بتاع الشيخ أشرف عامر اللي هو ألف لام ميم، يعني في نساء بتقول قرآن وبيسمعهم عدد كبير من الرجال الأجانب. السؤال الثالث، ايه دور اللي هو العالم الظالم ويقول ان ده ظلم او كده ولا يسكتوا، وايه هي اللي هي فتنه فقه الاعتزال؟ يعني عايز اعرف مثلا اعتزال الفتنه، ايه فقه اعتزال الفتنه؟ لان في كلام كتير عن الشيوخ، في واحد بيحاول يدافع على قد ما يقدر، بس مش يعني مش عارف ايه فقه اعتزال الفتنه، هل هم بيتابعوا فقه اعتزال الفتنه مثلا؟ طيب حاضر، واضح كلامك يا امه الله، في امان الله. انت قلت ثلاث اسئله، دول اربعه. من معنا؟ السلام عليكم. استاذ بدير. النصارى كتير بتسب المسلمين ومفيش الا الشيخ محمود رضوان هو اللي بيقعد يرد عليهم وكده، عايزين نشوف منكم اي حاجه كده. حاضر، هتشوف ان شاء الله. طيب في امان الله، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، توفيت امراه اثناء الولاده ولم تكن تصلي تكسلا، اسال الله عز وجل ان يرحمها. يعني حكمها هل تكون شهيده شيخ كريم ام لا؟ الحمد لله، يبدو من كثرة متابعتنا لأسئلة الإخوة والأخوات، الناس متعلقة بمسألة مات شهيد، يعني هو كده شهيد، يعني هي كده شهيدة، حكم على الأشخاص يعني. وشغلين نفسهم جدا بهذه المسألة. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا؟ عليه الصلاة والسلام. يعني هو أبو بكر رضي الله عنه مات شهيدا؟ أبدا. في عرف الناس مسألة الشهادة دي كأن يجعل مات مسلما موحدا كمن مات شهيدا. سو أجر الشهادة عظيم يعني. أيوة ماشي، بس إيه حصر الدنيا كلها، حصر النجاة كلها. لا في مسألة لا الشهيد كريم، عشان المبطون مذكور إن هو من الشهداء، يعني كما نتعلم منكم. لا أحكم يعني،
فلعل معظم الذين يتصلون يقول هذه ماتت أو توفيت أثناء ولادتها. نعم حنتك بجمع ورد فيها الحديث في نعم. ذكر الشهداء ومن ماتت بجمع ماتت وهي في حالة الولادة. لكن طبعا اشترط فيها أهل العلم أن تكون مصلية، أن تكون قائمة على أمر الله، قائمة على حدود الله عز وجل. يعني احنا مش عايزين، لا احنا عايزين نحصر النجاة كلها يوم القيامة في الشهادة، لأنه خالد بن الوليد شيخ المجاهدين عبر التاريخ مات حاس، ولا أبو بكر ربنا حرم الشهادة، ولا النبي ربنا حرم الشهادة عليه الصلاة والسلام، وهم أفضل الخلق، سواء النبي عليه السلام أفضل العالمين أجمعين ولا هم أفضل الخلق بعد النبيين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لكن مش عايزين ننشغل بمسألة الشهادة 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 إلا فيمن ورد فيه نص أنه من الشهداء كالمبطون والغريق والحريق والتي ماتت بجمع يعني أثناء الولادة. ولا حتى أخويا كان راجع وضربته عربية كده يبقى شهيد؟ يا أخي هو حسبه أن يكون مات مسلما موحدا. لما سئل النبي عن شفاعته يوم القيامة قال هي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه أعظم بشرى، أعظم من الشهادة. اللهم من مات مسلما لا يشرك بالله شيئا نال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل النجاة في النبي. ناس الله عز وجل شهادة في سبيله. أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير شيخنا كريم. الفوائد، هل لنا أو لصاحب هذه الفوائد أن يتخلص منها في بناء المساجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو إن كانت هذه الفوائد من بنك غير إسلامي فلا يجوز لنا أن ننتفع بها، لأن أقل درجاتها أو دركاتها في أحسن التعابير أنها محل الشبهات القائمة من أهل الحرام، وبالتالي كيف نتخلص منها؟ نتخلص منها بوضعها للفقراء والمساكين. أي جمعية خيرية قائمة على رعاية الفقراء والأرامل والمساكين. لكن طيب المساجد تنزه عنها المساجد، لأن المساجد محل القربات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. معذرة أنا لن أستقبل اتصالات في الوقت، يعني أوشك على الانتهاء ومعي أسئلة كثيرة. لو صلى من صلى ونسي أنه غير متوضئ، يعني فقطع الصلاة ثم توضأ ثم عاود الصلاة وتكرر منه هذا أكثر من مرة، يعني مش موقف واحد، شيخي كريم لا. ما حكم هذا؟ هل يأثم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا لا، الحديث الوارد المتواتر لا يقبل الله صلاة من صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يصل بغير وضوء ناسيا ثم تذكر فتوضأ وأعاد فإنه ليس عليه إثم ولا عليه وزر. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. حضرتك الأخت مروضة سألت سؤالا حضرتك أجبت عنه أثناء الكلام، هل يجوز للمرأة لها أن يقوم عنها بعمرة أو الصيام عنها شيخ كريم؟ نعم ذكرنا الآن منذ قليل أنه يجوز، لأننا لا نكفرها نعم. ولا نخرجها من الملة لكونها تركت الصلاة تهاونا، إنما نرجو لها المغفرة نعم. ونرجو لها عفو الله تبارك وتعالى، ويجتهد أهلها من ورائها نعم. بالدعاء والصدقة والحج والعمرة وما تيسر لهم من الطاعات، فلعل الله عز وجل أن ينفعها بها والله أعلم. صلى الله وسلم. يرحم أختنا مروضة تسأل عن الشهادة، حضرتك أجبت. نعم. نعم يعني قلنا حسب الرجل منا أو المرأة أن يموت مسلما موحدا، ففي هذه الحالة نرجو له المغفرة ونرجو له العفو والمبطون يوم القيامة. أما مريضة السرطان أو أي مرض فإن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يعني هدية أسوقها للأخت السائلة ولإخواننا وأخواتنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المال ولا فتنة مرض ولا لا يزال البلاء لا يزال البلاء بالعبد حتى يفارق الدنيا وليست عليه خطيئة. فهذه الأمراض كفارات لأصحابها، ماحية للسيئات ورافعة للدرجات. حسبنا أن نتعلق بهذا الأمل والرجاء والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. غسل ولا حاجة، هل لابد أن الماء يصل إلى فروة الرأس أم ماذا تفعل شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فرض الغسل تعميم جميع البدن بالماء، وبالتالي لابد أن يعم الماء مش الشعر
أصول الشعر وفروة الرأس أيضا. نعم. انس بقى حكاية أنك عاملة سشوار، وانس حكاية أنك حط زيوت، وانس فرض. إنما الأمر في الوضوء أهون شوية، لأنه يمكن في الوضوء أن تلبس المرأة الخمار على رأسها وأن تتوضمت الشعر على الرأسية وتكمل على وضوء. لا يشترط، وتكمل المسحة على الخمار، هذا في الوضوء. إنما في الغسل لابد من تعميم جميع الشعر والرأس وفروتها بالماء مع جميع البدن. ها طالق بالثلاثة، فما حكم هذا المزاح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا المزاح حرام طبعا، لأن فيه نوع من الاستهزاء بأحكام الله عز وجل. النكاح حكم من أجل أحكام الله عز وجل وحرماته، والطلاق أيضا حكم من أجل أحكام الله تبارك وتعالى وحرماته، فلا يجوز أن يكون محل سخرية ومزاح واستهزاء ولعب وعبث لا من الرجل ولا من المرأة على حد صالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل عنها هذا الخطأ، وهو لا يقع به طلاق، لأن المرأة ليس في يدها عصمة الطلاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تفعل هذا مرة أخرى، احنا قلنا لأن المسألة مش عشان الطلاق ما لم يقع منها تبقى مسألة عادية. الأستاذ حسن من تونس، إمام يحفظ القرآن والقراءات، وبعدين دد إلى المسجد مرة أخرى. أنا سمعت كلمة كفر أو تكفير، كأن الوزارة يعني أشارت إلى أن هذا الرجل إحنا شلناه من الإمامة لكونه يطلق القول في التكفير، سواء نعم. تكفير الناس أو تكفير أولياء الأمور هناك، وهذا بالطبع شيء يستاء منه غاية الاستياء. نعم. ولا ينبغي لهذا الحديث أن يتبناه الدعاء، حديث التكفير وحديث التفجير. الراسخون في العلم ممن لهم قدم ثابتة راسخة، وليس حديث عامة الناس. صحيح. فإن كان الأمر كذلك فمن حق ولي الأمر القائم على أمر المساجد إن هو يبعد هذا الإمام في هذه الحالة. نعم. خشية إثارة الفتنة بين الناس، والله أعلم. نعم. أخونا طبعا سؤال الثاني يا أستاذ حسن، أنا ما سمعته جيدا. أخونا الأستاذ مؤمن هو يبيع بيتا وفي 1000، طبعا 2000 دول لصالح السمسار. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ليحتملني أخونا السائل بارك الله فيه، السمسرة تخرج من حقي أنا وليس تحميلا للطرف الآخر، بمعنى أنا الرجل البائع وبيني وبين المشتري سمسار، بنتفق صراحة يا أيها السمسار أنا البيت ده ب20,000، هي دي السمسرة وهو ده النظام الصحيح. إنما أنت عايز تطلع السمسرة من على حساب المشتري، فما يصحش، أنت كده إيه، رفعت السعر على الراجل وأجحفت في حقه. فإن كان هتعطي السمسار أعطيه من حقك، كونوا على شفافية ومصارحة، البيت ده قيمته 20,000 وأنت هتدي السمسار 1000 منه، والتاني هيشتري بال20 ويدي السمسار 1000 منه، هو ده النظام الصحيح. تمام. لكن تحميل أي من الطرفين ده ب1000 وهو في الحقيقة ب20. نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم. إعلام كما كانت يكتب عنها في كتب التاريخ، هل هم كانوا فعلا مصلحين أم كانوا كما يصورهم التاريخ متطرفون؟ الحمد لله والصلاة والسلام. نعم. على سيدنا رسول الله وبعد، الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أمي تبارك وتعالى، وهذا الرجل ما قامت دعوته إلا على 3 دعائم أساسية. الدعامة الأولى تجديد التوحيد في الأمة، وقد اندثر توحيد الألوهية أو كاد أن يندثر في الأمة وقتها، فالناس يصرفون عباداتهم لغير الله تبارك وتعالى، فأعاد الرجل الدعوة إلى تجديد التوحيد، وقامت دعوته رحمه الله على تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نشأ الرجل وبدأ دعوته في وسط أمة غارقة في المحدثات والبدع، فجدد فيها أمر تعظيم السنة النبويات والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وأنذرنا منه وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. النوع ورعية ورعية، هذه هي الدعائم الثلاثة التي قامت عليها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهي دعوة مباركة بارك الله فيها حتى امتدت إلى كل أرجاء الدنيا. فالناس اليوم في أقاصي العالم شرقا وغربا
يجردون التوحيد لله تبارك وتعالى ببركة دعوة الإمام، ويعظمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. روي الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ وكل هذا ببركة دعوة هذا الرجل المبارك. أما محمد علي فعليه من الله ما يستحق، لأنه رجل تسلط على هؤلاء الصالحين وأراد إخماد هذه الدعوة في مهدها ووأدها وحصارها داخل جزيرة العرب، حتى لا يمتد تأثير الدعوة إلى خارج نطاق الجزيرة العربية، فكانت من أكثر الدول تأثرا تأسخط، ووصلت إلى أرجاء الدنيا هي الدولة المصرية بعد محمد علي. فما زال ما زالت الدعوة السنية والدعوة السلفية موجودة في كل بلاد المسلمين بصفة عامة، وفي الدولة المصرية بصفة خاصة. فهذا رجل باغ ومعتد، ونسأل الله عز وجل يعني أن يحاكمه محاكمة الحكم العدل تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. يا تمنيون أنه رائد النهضة العلمية الحديثة، مؤسس مصر مؤسس الدولة المصرية الحديثة، يقصدون بين قوسين رائد العلمانية الحديثة في مصر. هو من زرع العلمانية في مصر، هو تخلص من علماء الأزهر. نعم، هو من زرع العلمانية في مصر التي تعاني منها الآن البلاد، ويعاني منها العباد في حمل التغريب الإسلام في وسط أهله. نعم. ومصر قلب صلاة الفجر أو صلاة، وتريد الثواب، تريد الثواب، ثواب الحجة والعمرة تامة تامة، ولكنها ستتحرك تشاهد برنامجا دينيا أو تتحرك في البيت أو توقظ الأطفال أو ما شابه ذلك، أجرها شيخ كريم كما هو؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا طبعا، المقصود ان احنا نعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي واضحه. نعم. ثم جلس في مصلى، المقصود ان يجلس متفرغا صافي الذهن، مفرغا الوقت تماما. لايه؟ يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يقوم فيصلي ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. فالمقصود ان احنا نفرغ هذا الوقت ما بعد صلاة الفجر في الجماعة او المرأة في البيت إلى أن هذا المجلس ذكر خالص تفرغ فيه الإنسان وتفرغ فيه ذهنه. لكن لو هتفتح باب أو هتعمل حاجة للضرورة، الضرورة بمعنى تفتح باب زي حضرتك ما قلت، ولا تشرب كوب من الماء مثلا، أو هذا الوضوء أو ما شابه ذلك، يمكن هذا. إنما رايحة جاية بتجهز سندوتشات الأولاد وهي بتذكر، بتلبس الولاد وهي بتستغفر، لا طبعا هذا ليس هذا هو المقصود. وإن كان لها أجل بعض الصور، يعني احيانا توصف بانها صور ربويه، او يعني مثلا بنك اسلامي مذكور، واحيانا بيبقى فيه مخالفات. هل هذه المخالفات بتبقى فرديه وهذه الصوره مثلا، ولا ده يقدح في اسلاميه هذا البنك؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يقدح طبعا هذا في اسلاميه هذا البنك ان وجدت هذه المعامله التي ربها فيها الربا. ليه؟ لاننا نعلم أن هناك اختلافات في صور المعاملات بين مذاهب المسلمين، فربما تكون معاملة ما أجازها الحنفية ومنع منها الحنابلة، فلما سئلت أنا الحنبلي أجبت بمنع هذه المعاملة على مذهبي أنا، أما البنك فقد أباح المعاملة على المذهب الحنفي. يختار الراجح حسب ما يتناسب لحاله وهيئة رقابته الشرعية، وهي من علماء أجلاء متخصصين، حتى وإن أنا خالفتهم في معاملة أو معاملات، فإنما أخالفهم لأني أخالف مذهبهم الذي اختاروا على أساسه المعاملة، لا على أساس أن هذه المعاملة مقطوع بحرمتها. لو كان مقطوع بحرمتها حتى يختلف، وبالتالي هذا البنوك الأخرى العاملة في إطار المعاملات الإسلامية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا يا أسئلة أمة الله كلها في حدود النقد، لكنه نقد طيب. قراءة القرآن بصوت مرتفع، لو المرأة تصلي أثناء صلاتها فرفعت صوتها، فالشيخ سامي السرساوي هي ذكرت الكلام للشيخ، أنا مش لا أذكر جيدا، إنه الشيخ قال لها المتصلة يعني لا، ما لو حد يسمعها من الأجانب. طب ما قرأنا القرآن الكريم ويسمعهن الرجال الأجانب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا لابد أن نقف عند تأسيس مبدأ في الأصل، ألا وهو القول هل صوت المرأة أصلا عورة أم لا.
الأكثرون من أهل العلم بل ربما عامتهم لا يقولون بأن صوت المرأة الذاتي عورة. إمتى يكون صوت المرأة؟ لكن مع ذلك من باب الاحتراز من الفساد والفتن، يقول بعض أهل العلم كالحنابلة مثلا أنها إذا صلت وجهرت بقراءة القرآن فإنها تجهر إرادة أن تسمع نفسها وأخواتها إذا أمنت أن يسمع صوتها الأجانب. ليه إذا أمنت أن يسمع صوتها الأجانب؟ قالوا حرزا من الفتنة والفساد، خشية أن يفتتن بصوتها عند قراءة العلم. للمرأة أن تكون محدثة وأن تكون قارئة للقرآن وأن تكون معلمة للقرآن، وكل هذا لا غبار فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. دور العلماء أمام الحاكم الظالم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، دور العلماء دائما أمام سواء الحاكم الظالم ولا الحاكم الفاسق ولا الحاكم الكافر ولا حتى الحاكم العدل. دور العلماء فيناصحون الحاكم العدل ويناصحون الحاكم الظالم ويناصحون الحاكم الفاسق، لكن طريقة المناصحة هي التي تختلف. بعض الناس يستهويهم أن يكون النصح على الملأ، والناس عند نصح ولاة الأمور لا يحسنون هذا الأمر، إنما يكون نصح ولاة الأمور بطريقة أخرى من أهل العلم. وفي ناس بتحب الأضواء، يعني تحب أن ترى الشيخ في دور بطولي، يعني ما هو يقول كلمة ثم بعد ذلك يعني يسمع عنه حاجة وبعدين يقول يا حرام الشيخ راح. الدور البطولي ده دور غير محسوب العواقب. صحيح. ليه؟ لأنه من العالم يعتبر مواجهة سافرة، إنما كثير من أهل العلم يناصحون كثيرا من الحكام والأمراء بالطريقة الأخرى، الطريقة التي لا تكون فيها فضيحة، بطريق الكتابة أو بطريق الوسائط فيما بينهم. هناك كثير من أهل العلم يفعلون هذا الآن، لكن هذا الدور ما ينفعش إن أنا أطلع كشيخ مثلا إنجاز التعبير وأقول أنا فعلت هذا، أنا فعلت إيه بقى؟ أنا خليت النصيحة فضيحة كما يقولون. شكرا. فكثير من أهل العلم ينصحون، وده واجبهم، المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يكلون أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن رجل قام إلى إمام جاهر فأمره ونهاه فقتله، أنت بقى إيه؟ عايز تخلص على الناس كلها. فقه اعتزال الفتنة. يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، شكل أن فقه الاعتزال فقه فيه كلام كثير جدا، لكن الخلاصة ألا أكون مشاركا في الفتنة بأي حال من الأحوال. لا مشاركة، لا أتبع شعف الجبال وغنمات وخلاص أعتزل، لا أبدا. إنما المقصود أنه أعتزل المشاركة في الفتنة من قريب أو من بعيد إذا كانت فتنة بالفعل. وأحيانا تكون الفتنة غير بادية للعامة، لكن يراها العالم من بعد. وأهل العلم يقولون العلماء يرون الفتن وهي مقبلة، والعامة يرون الشر من بعد، بدأ يحذر منه وبدأ يعد الناس للحذر من هذه الفتن المقبلة، وهو نفسه لا يشارك في هذه الفتنة لا من قريب، فلا يزيل باطلا ولا يسكت عن حق. لأنه برضو بعض الناس فاهم أن اعتزال الفتنة يعني أن أزين باطلا لأهل الباطل، لا طبعا. نعم. ده مشاركة يعني صريحة في الفتن، وليس هذا هو الاعتزال. بدير يقول أين أنتم؟ عايزين نشوف منكم دور. طبعا القنوات النصرانية على النايل سات كثيرة، ولا يرى إلا عالما واحدا يرد عليهم وذكره بالاسم. يعني احنا كان عندنا في رمضان برنامج المسيح عليه السلام للشيخ علاء عامر ربنا يحفظه، المسيح كما نؤمن به في الكتاب في القرآن والسنة. يا ريت حضرتك تراجع هذا البرنامج خيرا على غيراتك على دينك، لكن لا تتوقع أبدا من أهل الحق أن يجاروا أهل الباطل في السفه والسب والشك. ده صحيح. لا تتوقع منا هذا إطلاقا. واحنا منهجنا في الندى مش السب والشتم بالضبط كده. الحمد لله رب العالمين. إنما دعوتنا قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وجادلهم بالتي هي أحسن، بيان الحق وضحض الشبهات. من أهل العلم من يقول ده أسهل حاجة في الدنيا السب والشتم، لكن هم يسبون محمدا عليه الصلاة والسلام. يعني يتوقع منا أن نسب عيسى عليه السلام؟ نحن نؤمن بعيسى. هو ده كلام؟ عيسى عندنا نبي من أولي العزم من الرسل، لا يكمل إيمان المسلم
إلا أن يؤمن بعيسى عليه السلام نبيا مرسلا من أولي العزم من الرسل. فنحن لا نستطيع بأي حال من الأحوال عن رسوله ثم ضحض شبهات هؤلاء سواء من الملحدين أو من النصارى أو من اليهود أو من العلمانيين حتى الشيعة أو من غيرهم. الحمد لله في قناة النادى عندنا برنامج السرداب. نعم. حتى يعني ما بنردش السبائب. لا لا لا. ولا الشتائم. هذا ليس. إنما نعلم الناس. هذا ليس طريقة. دين الشيعة. لنصرة الدين. ومن هم الشيعة. وكيف يفكرون. نعم. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ومتعر الله بالصحة وحانك أستغفرك ربي أتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا إن كنتم لا تعلمون.